أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الأقسام المعمارية، ويكون معانا إحدى الشعب المعمارية وهي شعبة أعمال النجارة، وكمان النهاردة هتكون معانا طبعا شرح عن المواد التي سوف يدرسها الطالب الصف الأول شعبة أعمال نجارة العمارة. طبعا احنا الحلقة السابقة كنا خدنا فكرة عن مادة التكنولوجيا، هنقول برضو فكرة عنها سريعة، وهنكمل النهاردة معانا المادة التانية وهي مادة الرسم الهندسي ومادة الرسم الفني. طبعا زي ما احنا عارفين ان مادة التكنولوجيا من المواد المهمة، وطبعا كان حوالي عندنا 3 وحدات. كانت الوحدة الاولى بتتكلم عن الخامات المستخدمة في أعمال النجارة، واتكلمنا فيها عن الأخشاب وعرفنا أنواع الأخشاب وطبعا كيف يتم الحصول على الأخشاب. طبعا بيتم زراعتها في الغابات، ثم بعد ذلك بيتم نقلها من الغابات إلى أماكن التصنيع، وبعد كده ابتدينا نقطع الأخشاب طبعا بأدوات مخصصة تحت إشراف عمالة مدربة في عمليات القطع ذات خبرة فنية عالية. بعد كده ابتدينا نحول الأخشاب بتاعتنا والأشجار بعد عمليات القطع إلى ألواح وكتل، ثم نقلها مباشرة إلى أماكن التصنيع، وعرفنا إزاي بتتم على الأخشاب عملية تسمى عملية التجفيف. وعملية التجفيف هي عملية الغرض منها التخلص من أكبر نسبة مية موجودة في الأخشاب، وطبعا مش تخلص بنسبة كبيرة، ولكن بنسيب كمية بسيطة في الأخشاب بغرض عملية الليونة وتكون في سهولة في التشغيل. وطبعا عرفنا ان التجفيف نوعين، تجفيف طبيعي وتجفيف صناعي. كمان خدنا من ضمن الخامات المستخدمة عرفنا الغراء ومواد اللصق المستخدمة في أعمال النجارة، وكمان الاكسسوارات المستخدمة في أعمال النجارة. وكانت الوحدة الثانية بتتكلم عن الأدوات والعدد اليدوية والماكينات المستخدمة في أعمال النجارة. بعد كده ابتدينا نتكلم عن الوحدة الثالثة وهي خاصة بالتعشيق، وذكرنا طبعا في الحلقة السابقة ان انواع التعشيق عندي 3: تعشيق الخدش وتعشيق نقر ولسان والتعشيق الغنفرية او ما يطلق عليها ديل اليمامة، وهي التي تستخدم في ربط زوايا الحلوق. ده كان منهج التكنولوجيا، هنستعرضه برضو بشكل سريع على السلايد، وبعد كده هنبتدي ناخد الحلقة بتاعتنا هتدور حوالين بقية المواد اللي بيدرسها الطالب في الصف الاول. كنا قلنا طبعا ان في عندنا انواع من المواد زي المواد الفنية، وبيكون فيها مادة التكنولوجيا ودي اتكلمنا عنها، ومادة الرسم الهندسي ومادة الرسم الفني، وكمان اتكلمنا عن الامن الصناعي وكمان الحاسب الالي. دي المواد الفنية النظرية اللي بيدرسها الطالب في الصف الاول، طبعا بجانب المواد الثقافية زي اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات وكمان الفيزياء والتربية الدينية. طبعا بجانب طبعا التدريبات العملية، لا غنى عن التدريبات العملية. بعد ما بناخد الجزء النظري بننزل على طول في العملي، بننفذ الحاجات اللي احنا درسناها في النظري باسلوب عملي ومهاري. طبعا زي ما انتم عارفين ان طبعا الغرض من التعليم الفني هو خريج او الحصول على خريج طالب فني مؤهل لمواكبة سوق العمل الخارجي. تعالوا مع بعض كده نشوف على السلايد ايه المواد بتاعتنا اللي بيدرسها الطالب في الصف الاول، ونتكلم عن المادة التانية وهي مادة الرسم الهندسي والرسم الفني. طبعا الحلقة بتاعتنا الحلقة التانية حلقة افتتاحية عن شعبة فني أعمال نجارة العمارة. زي ما احنا شايفين الشعبة الفني دي بيبقى عندنا احنا عندنا صنايع 3 سنوات. في الصف الاول بيدرس الطالب المواد الاربعة اللي هي مادة التكنولوجيا زي ما انتم شايفين، ومادة الرسم الهندسي بياخدها في الترم الأول عشان يتعرف على الأدوات الهندسية وإزاي يستخدمها، بعد كده بيبتدي في الترم الثاني بيشتغل الرسم الفني الخاص بالتخصص. كمان عندي مادة خاصة بالأمن الصناعي ومادة الحاسب الآلي اللي موجودة معايا في الـ3 سنوات. بالنسبة للصف الثاني بندرس فيها بيزيد علينا مادتين، وهي مادة التخطيط الخاصة بحساب الكميات للأعمال، وكمان مادة مهمة جدا تسمى مادة المساحة. في الصف الثالث نفس المواد عندنا، بس هيتشال الامن الصناعي وهيتضاف عندنا ماده تسمى ماده حساب الانشاءات، ودي بندرسها في التخصصات المعماريه جميعا، طبعا خاصه بحساب الانشاءات في المنشاه المعماريه. يبقى فني اعمال نجاره العماره زي ما انتم شايفين الصف الاول بيدرس 4 مواد، الصف الثاني بيزيد علينا ماده التخطيط والمساحه، طبعا المواد مستمره معانا، وطبعا في الصف الثالث بيزيد عندنا المساحه وحساب الانشاءات. حلقتنا النهارده هتكون بنتكلم عن الصف الاول وفني اعمال نجاره العماره احدى الشعب والتخصصات المعماريه. الصف الاول زي ما احنا عارفين قلنا فيه مواد نظريه فنيه، اول ماده فيها ماده التكنولوجيا واتكلمنا عليها وهنستعرضها النهارده برضو بشكل سريع.
المادة التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة وهي مادة الرسم الهندسي ومادة الرسم الفني، من المواد المهمة جدا، لأن طبعا جميع شغلنا بيكون شغل هندسي. في حالة الالتحاق بإحدى الكليات أو التعليم الجامعي طبعا بنكون مؤهلين لكليات الهندسة، لأن بيكون عندنا فكرة كبيرة عن الرسومات الهندسية والمعمارية. المادة الثالثة عندي وهي مادة الأمن الصناعي، طبعا مادة مهمة جدا لخريج التعليم الصناعي، لأن طبعا بيدرس فيها إزاي بيحمي نفسه أثناء التدريب في التدريبات العملية، كمان بيعرف إيه وسائل الوقاية المستخدمة، وبيدرس حاجة تسمى عملية التخزين، وبيدرس حاجة خاصة بأنواع الحرائق وكيفية إطفاء كل نوع، طبعا كل ذلك في مادة الأمن الصناعي. المادة الرابعة وهي مادة الحاسب الآلي التي لا غنى عنها في التعليم الصناعي، بنبتدي في الصف الأول بندرس فيها مجموعة الأوفيس، طبعا بعض مكونات الحاسب الآلي، بعد كده بندرس حزمة الأوفيس زي مايكروسوفت وورد وإكسل، وكمان بناخد برنامج الإكسل، وفي الصف الثالث بندرس برنامج مهم جدا خاص بالرسم الهندسي والرسم الفني وهو برنامج الأوتوكاد، وفي عندنا طبعا ثنائي وثلاثي الأبعاد 2D و3D. المواد الثقافية طبعا بيبقى عندنا اللغة العربية بجانب طبعا التربية الدينية، في عندنا مادة اللغة الإنجليزية، مادة الفيزياء، وكمان مادة الرياضيات، دي موجودة معانا في المراحل الثلاثة لطالب التعليم الفني الصناعي وبالتخص شعبة أعمال نجارة العمارة. تعالوا مع بعض كده نشوف وصف للتخصص النجارة. ايه وصف التخصص ده؟ اول حاجة بيهتم تخصص النجارة بتشكيل وتصليح وبناء الاشكال الخاصة بالهياكل الخشبية. تاني حاجة من وصف تخصص النجارة، بيمتاز فني النجارة بقدرته على تكوين الاشياء طبعا وتجميعها، كما يتمتع بمهارة يدوية بتساعده في اثناء عمليات التجميع. طبعا بيقوم بإنشاء وتصليح كل من السلالم وإطارات الأبواب والشبابيك وتركيب الأرضيات وأعمال تكسيد الحوائط، كذلك في إصلاح قطع الأساس الخشبي، لأنه بيكون عنده دراية جد مهمة جدا وكبيرة في تخصص أعمال نجارة العمارة التي يطلق عليها النجارة الدقيقة. تعالوا نشوف مع بعض مواصفات فني أعمال النجارة. طبعا طالب الصف الأول لازم يكون متوفر فيه هذه المواصفات حتى يكون فني مؤهل لمواكبة سوق العمل الخارجي. طبعا مواصفات فني أعمال النجارة: اللياقة البدنية والقوة الجسدية، التوافق بين حركة اليد ونظرة العين، طبعا محتاجين يكون في توافق ما بين الاثنين أثناء عمليات التدريب في التدريبات العملية، الاهتمام بالتفاصيل، لابد أن يكون متمكنا من قياس وتقطيع الأخشاب بناء على القياسات التي سوف تعلمها في مادة الرسم الهندسي ومادة الرسم الفني، كذلك بيكون عنده قدرة على حل المشكلات اللي بتواجهه أثناء التدريبات العملية، فبيكون عنده قدرة على حلها وبيتمكن من حلها بسهولة ليستطيع إكمال عمله على الوجه الأكمل. طيب طبعا ده شكل الطالب الفني الصناعي طبعا في مدرسة في إحدى المدارس الصناعية، زي ما احنا شايفين هي مش مقتصرة على تعليم البنين فقط، ولكن بيكون فيها عندنا بنات في التعليم الصناعي، وزي ما انتم شايفين هم لابسين وسائل الوقاية الشخصية التي لا غنى عنها أثناء التدريبات العملية أو في المعامل الفنية. طبعا بيكون موجود معهم بشكل مستمر المدربين المتخصصين في المواد النظرية والعملية وكذلك في المعامل الموجودة داخل المدارس الصناعية. طبعا احنا خدنا في الحلقة السابقة مادة التكنولوجيا واتكلمنا عليها وهي أهم مادة وهي عصب التخصص، واتكلمنا فيها عن أول حاجة أو أول باب وهي الخامات المستخدمة في أعمال نجارة العمارة، وقلنا للحصول على الأخشاب طبعا بيتم الحصول عليها من الغابات، وعرفنا هو التكوين العضوي للأشجار، وقلنا عن طريق عد الحلقات السنوية بيتم تقدير عمر الشجرة وسميت حلقات سنوية لأن كل سنة منها بيتكون حلقة، لذلك أطلق عليها لفظ الحلقات السنوية. طبعا أديكم شايفين بنعد الحلقات السنوية بنعرف عمر الشجرة قد إيه، وأفضل أنواع الخشب بيتم الحصول عليه من قلب الشجرة وهو مركز الشجرة وهو اللب. كمان أثناء تقطيع الأشجار بيتم قطعها في سن ملائم، وعرفنا طبعا السن الملائم ليها في فصل الشتاء، وبيتم طبعا القطع تحت يد عمالة فنية مدربة على عمليات القطع بأسلوب فني متخصص. وعرفنا أن الأدوات المستخدمة في عمليات القطع زي البلطة اليدوية وزي المنشار اليدوي والمنشار الآلي ذو الجنزير اللي هو الكهرباء.
كمان عرفنا ان احنا بعد ما بنقطع الاشجار وبنحولها الى الواح وكتل ومراين بيتم بتجرى عليها عملية تسمى عملية التجفيف. وقلنا عملية التجفيف هي في منها نوعين، تجفيف طبيعي وتجفيف صناعي. وقلنا التجفيف الطبيعي طبعا ليه مميزات وليه عيوب. من عيوب التجفيف الطبيعي ان ما بياخد فترة كبيرة اثناء عمليات التجفيف، ولكن من مميزاته ان بيخلص لي اكبر نسبة مية موجودة في الاخشاب. وعرفنا التجفيف الصناعي بيكون له مميزات وعيوب. مميزاته ان هو بيكون فترة التجفيف قليلة، بتكون من 4 لـ6 ساعات، ولكن من عيوبه ان ما بيخلص اكبر نسبة مية موجودة في الاخشاب. زي ما احنا شايفين بيتم طبعا وضعها تحت مظلات، وبيتم رفعها عن الارض لحمايتها من الرطوبة، وبنحط فواصل بغرض عملية التهوية، وكمان بنغطيها اثناء عمليات الامطار او نتيجة الرطوبة. وعرفنا كيف يتم انتقاء الاخشاب واختيارها نستعمل ازاي، اعرف اختار الخشب عشان ابتدي عملية التصنيع بشكل سليم. وعرفنا ان اول حاجة يجب ان تكون الاخشاب ذات منظر نظيف مستقيمة لا التواء فيها او اعوجاج. كمان لازم أن تكون خالية من العقد الخبيثة وكذلك التسوس والتشقق، لان طبعا هتكون ناتج عنها تمرين او منتج غير صالح للاستخدام. كمان لازم ان احنا نتاكد ان الاخشاب صالحه للاستعمال عن طريق الطرق عليها فتعطي صوتا رنانا، وهذه بيدل على انها اجريت عليها عمليه التجفيف. كمان لازم ان تكون الحلقات السنويه منتظمه، والا دل ذلك على ضعف في الشجره. وعرفنا انواع الاخشاب، طبعا قلنا في اخشاب طبيعيه وفي اخشاب مصنعه. وعرفنا ان الاخشاب الطبيعيه بتنقسم الى اخشاب لينه واخشاب صلبه، وقلنا ان الاخشاب اللينه زي الخشب البياض والمسكي والخشب العزيزي. كمان الاخشاب الصلبه في منها انواع كتيره، قلنا منها خشب الزان والخشب الارو وخشب البلوط والخشب المهوجني وخشب الابانوس. كمان الاخشاب المصنعه بتكون طبعا بيتم تصنيعها من فضلات او من بقايا الاخشاب الطبيعيه زي الواح الابلكاج، زي الواح الكونتر، وكمان الخشب الحبيبي والخشب المضغوط او الفايبر الام دي اف. تعالوا مع بعض كده نشوف شكل الاخشاب زي ما احنا شايفين على السلايد. خشب البياض من الاخشاب اللينه، كمان خشب المسكي، وده الخشب اللي بشتغل عليه على مدار الـ3 سنوات. تعالوا نشوف كده مع بعض. طبعا بيتم الحصول، ذكرنا قبل كده بيتم الحصول على الاخشاب من مكان بيسمى باسم المغلق، والمغلق دوت بيتم الحصول عليه الخشب المسكي باطوال ومقاسات. طبعا اطوال بتبدا من 3 إلى 6 متر بزياده قدرها 30 سنتي، يعني بزود 30 سنتي في الطول. اما العرض بيبدا من 7.5 سنتي إلى 30 سنتي بزياده قدرها 2 سنتي ونص. يبقى اول حاجه 7.5، بنزود 2.5 تبقى 10، 12.5، 15 لحد 30 سنتي. ولكن في حاله الحصول على عروض مش موجوده، طبعا احنا اخر حاجه عندنا 30، طب لو حبيت اعمل ديسك مثلا مقاسه 90، يبقى اضطر ان انا اجيب لوح 30 ولوح 30 ولوح 30 ثلاث الواح، ونبتدي نعمل لها عمليه تسمى عمليه اللحامات، ان انا ببتدي الحمهم مع بعض. طبعا في انواع كتير من اللحامات زي اللحام بزدابه واللحام اللي هو ذكر وانثى وبكوين، في انواع كتير من اللحامات ولكن اشهرهم هي اللحام بزدابه. وكمان عرفنا ان السمك بتاع الخشب المسكي بيبدا من 2.5 اللي هو سمك بوصه الى 4 بوصه اللي هي 10 سنتي. يبقى لازم نعرف ان كل الاخشاب ليها مقاسات، ليها اطوال، ليها عروض، ليها سمك مختلف في المغلق، المكان اللي بجيب منه الخشب. فلازم نعرف ان الخشب اللي اشتغل عليه على مدار الـ3 سنوات هو الخشب المسكي الموجود طبعا في مصر بكثره، ودي الخامه اللي هتشتغل عليها. فلازم تكون عارف اطوالها بيتم الحصول عليها ازاي من المغلق بالاطوال اللي احنا ذكرناها من 3 لـ6 متر في الطول بزياده قدرها 30، اما العرض من 7.5 سنتي لـ30 بزياده قدرها 2 سنتي ونص، اما السمك بيكون من سمك بوصه الى 4 بوصه، وتقريبا البوصه بتكون 2 سنتي ونص. تعالوا نكمل مع بعض كده. زي ما احنا شايفين الاطوال بتبدا من 3 إلى 6 متر بزياده قدرها 30، اما العرض من 7.5 سنتي لـ30 سنتي وبزياده قدرها 2 سنتي ونص، والسمك بيكون من سمك بوصه الى 4 بوصه. ده بالنسبه للخشب المسكي اللي هو من ضمن الاخشاب اللينه. كمان من ضمن الاخشاب اللينه قلنا الخشب العزيزي او ما يطلق عليه البيتش باين. تعالوا كده مع بعض نشوف الاخشاب الصلبه. قلنا زي الخشب الزان، من ضمن الاخشاب الصلبه خشب الارو، كمان خشب المهوجني، كمان من ضمن الاخشاب الصلبه خشب الابانوس اللي بيستخدمه في اعمال تزيين المشغولات الخشبيه. كمان عندي الاخشاب اللي هي مصنعه زي الخشب الابلكاج، وبيتم تصنيعها من بقايا وفضلات الاخشاب
الطبيعية مع إضافة بعض الأجزاء عليها، الخشب الأبلكاز زي ما انتم شايفين، كمان من ضمن الأخشاب المصنعة خشب الكونتر بلاكيه، كمان خشب المضغوط اللي هو الخشب الحبيبي، كمان عندنا الخشب الفايبر أو اللي هو الـ MDF وفيه الـ HDF. وقلنا طبعا من ضمن الخامات المستخدمة في أعمال النجارة الغراء، وعرفنا طبعا هي مادة لاصقة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة زي الغراء الحيواني والصناعي، وطبعا أفضل أنواع الغراء ما كان رائقا أو شفافا. من ضمن الخامات المستخدمة في أعمال النجارة الصنفرة بأنواعها، سواء كان صنفرة، طبعا أنواع الصنفرة زي ما احنا عارفين، في عند صنفرة خشابي، في عند صنفرة حد أدوكو، وكمان صنفرة حدادي، والأشكال بتاعتها موجودة قدامكم على السلايد. بعد كده اتكلمنا في الباب الثاني عن العدد المستخدمة في أعمال النجارة. طبعا قلنا احنا ناخد العدد اليدوية، وممكن في الصف الثاني ندرس الماكينات. في الصف الأول بندرس العدد، وقلنا في عدد مستعملة في القياس والعلام والضبط زي القلم الرصاص والشنقار وشريط القياس، كمان في المستعملة في الضبط زي الزاوية والميزان المياه، كمان خدنا الأدوات المستعملة في الطرق زي الجواكيش بأنواعها وكمان الدقماء الخشبي، وعرفنا الأدوات المستعملة في النشر زي فصيلة السراق زي سراق التمساح وسراق الظهر وكمان السح أو الزوانة، وعرفنا الأدوات المستعملة في عمليات المسح والتصفية زي الفرد بأنواعها، كمان الأدوات المستعملة في التنعيم زي فارة زي مكنة الصنفرة المستخدمة في تنعيم وساق للأخشاب، وعرفنا الأدوات المستعملة في التفريغ وعمليات النقر زي الأزاميل بأنواعها وكمان المنقار بأنواعه، وقلنا في أدوات بتساعدني في عمليات التنفيذ زي البروك وزي الزرجينة المستخدمة في ربط الألواح أثناء عملية اللحامات، كمان الماكينات المستخدمة طبعا الحديثة زي مكنة منشار الشريط ومكنة الصينية وبيستخدموا في عمليات القطع للأخشاب، كمان عندي مكنة الربو ومكنة التخانة بتستخدم في عمليات المسح والتصفية، وطبعا عندي الماكينات المستخدمة في عمليات النقر والتفريغ زي مكنة المنقار ذات البنطة الأفقية وذات البنطة الرأسية، كمان عندي ماكينات نوع من الماكينات مهم جدا وبنستخدمه في عمل الدلف الشمسية والزجاج واتكلمنا عليها، وبيكون النقر بتاعها على زاوية 45، عشان كده سمينا الدلف الشمسية والزجاج في الصناعة لفظ ملكان، عشان بتعمل على مكنة تسمى مكنة الملكان، ومكنة الملكان بتعمل لي نقر على زاوية 45 مائل إلى جهة الخارج. طبعا في عندي مكنة الحلية اللي تستخدم في تحلية المشغولات الخشبية وإعطاء المشغولات رونق وبهاء وجمال أثناء عمليات الدهان وعمليات التشطيب. طبعا عندي مكنة الديسك اللي بنستخدمها برضو في عمليات القطع وفي عمليات قطع الألمنيوم، لأن احنا هناخد جزء خاص بأعمال الألمنيوم. تعالوا مع بعض نشوف الاكسسوارات المستخدمة. طبعا قلنا الاكسسوارات في منها طبعا أشكال وأنواع كتيرة وألوان كتيرة، منها طبعا الأكر والمقابض والمفصلات، وقلنا في عندنا مفصلة تسمى مفصلة مروحة، وعندي أنواع كتير من المفصلات والكوالين، وعندي كمان أجهزة خاصة لعملية انزلاق الدرف ذهابا وإيابا سواء كان للدرف الأبواب أو للدواليب داخل الحائط، وقلنا في عندي أجهزة انزلاق بتعلق في الرأس العليا بتساعد في عملية انزلاق الدرف ذهابا وإيابا إما داخل تجويف في الحائط على أو على وجه الحائط. اتكلمنا بعد كده عن جزء مهم جدا في مادة التكنولوجيا وهو خاص بأعمال التعشيق، وقلنا عندي ثلاث أنواع من أنواع التعشيق زي تعشيق الخدش والنقر واللسان والتعشيق الغنفرية اللي احنا بنسميها دي اليمامة. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الكلام ده كله، وقلنا لفظ تعشيق بيطلق على تجميع أجزاء الأخشاب التي تتكون منها المشغولات الخشبية بغرض ربطها معا لتصبح قطعة واحدة، ويجب أن تجمع التعشيق بين الدقة وجمال المنظر. وقلنا أنواع التعشيق المستخدمة بكثرة في أعمال النجارة كتيرة، ولكن أكثرها استعمالا هي تعشيق الخدش. عندي كمان تعاشيق النقر واللسان، عندي كمان التعاشيق الغنفرية أو ما يطلق عليها ديل اليمامة والتي تستخدم في ربط زوايا الحلوق. تعالوا مع بعض كده نشوف فني بيستعمل بيعمل نوع من أنواع التعاشيق وهي تعاشيق الغنفرية ديل اليمامة، وهنشوف قد إيه الإتقان في التنفيذ والسرعة كمان. تعالوا كده مع بعض نشوف. زي ما احنا شايفين الأدوات موجودة قدامه، الأدوات طبعا السحة والسراق وكمان الشنقار، بيبتدي يعلم
القطعة الخشبية الأولى، طبعا عندي قطعتين هيبتدي يربطهم مع بعض بحيث إن هم يصبحوا قطعة واحدة. خلاص هو علم وابتدى يعمل بالشنقار الحز مكان القطع اللي هيتم عليه. بعد كده بيربط قطعة الخشب الأولى في فتيلة البنك وبيبتدي يقطع باستخدام السحقة زي ما احنا شايفين. نكمل كده الفيديو بتاعنا. خلاص هو ابتدى يقطع، ابتدى يفرغ القطع بتاعه باستخدام منشار القطة وباستخدام طبعا الازميل. بعد ما فرغ بيبتدي ينظف البقايا الاجزاء بالازميل المستخدم. بعد كده بيبتدي ياخد القطعة الاولى ويعلمها على القطعة التانية، طبعا بنسميها على الطبيعة او على ابوه في لفظ الصناعة. خلاص حط قطعة الخشب زي ما احنا شايفين ويبتدي يعلمها بالقلم الرصاص زي ما احنا شايفين، ويبتدي يعمل نفس اللي عمله في القطعه الاولى ويربطها طبعا في فتيله البنك، ويبتدي يستخدم نفس الادوات في عمليات التفريغ عشان بعد كده تكون قابلة لعمليات التجميع. هنشوف مع بعض بيفرغ طبعا باستخدام الازميل والدقماء. بعد كده هيبتدي يجمع التمرين زي ما احنا شايفين بيجمع باستخدام الدقماء، فاصبحت قطعه واحده. وبعد طبعا هو خلاص خلص كده عايز يقول ان انا عملت التمرين في تقريبا وقت قدره 3 دقائق و4 ثواني. بعد ما بنعمل عمليه التجميع زي ما احنا شايفين من غير تدخل اي ادوات مساعده، وكمان هنخليها قطعه واحده باستخدام عمليه تسمى عمليه التشريب باستخدام فاره تسمى فاره التشريب. ربط قطعتين الخشب الملتصقين مع بعض وابتدى يعمل يشيل الزيادات بحيث ان هي تصبح قطعه واحده. اثناء طبعا لما بيشوفها الشخص اللي هيشوف التمرين هيفتكرها ان هي ايه قطعه واحده مش متجمعه مع بعضها. النهارده طبعا زي ما احنا شفنا قلنا كل اللي فات في الحلقه السابقه بشكل سريع. النهارده حلقتنا هتدور عن الرسم الهندسي، طبعا ماده مهمه جدا وهي بدايه مهمه طبعا في حاله لما ربنا بيكرمنا وبنكمل كليه الهندسه. وقلنا كليات الهندسه بتكون اما عن طريق عمل معادله بعد الثلاث سنوات او عن طريق الالتحاق باحدى المعاهد الفنية السنتين زي المعاهد التكنولوجية والفنية، كمان معهد المساحة من المعاهد المهمة جدا عندنا في الأقسام المعمارية. معهد المساحة مهم جدا وهندرس المساحة في الصف الثاني والصف الثالث. فطبعا لما بنيجي نلتحق بعد كده بنجيب تقدير، بعد كده بندخل كلية الهندسة بيكون أول حاجة في كلية الهندسة اللي هو بناخد فيها الرسومات الهندسية. طبعا بيكون عندنا فكرة كبيرة عنها لأن استخدمنا الأدوات الهندسية وكمان عرفنا ازاي نستخدمها وازاي نعمل الخطوط وازاي نفنش اللوحة بتاعتنا باسلوب هندسي. طبعا كل ذلك باستخدام الادوات الهندسية ومادة الرسم الهندسي. بعد كده بتأهلني ازاي ابتدي ارسم التعاشيق اللي احنا خدناها سواء كان التعاشيق الخدش او النار والسان او التعاشيق الغنفرية. وبعد كده طبعا بنبتدي في الرسومات المعمارية عشان نكون مؤهلين لكليات الهندسة. تعالوا مع بعض كده نشوف الادوات المستخدمة في عمليات الرسم الهندسي. أول حاجة في الأدوات الهندسية طبعا عندنا المثلثات سواء كان مثلث 30 60 أو مثلث 45. كمان عندي البراجل بأنواعها ويفضل يكون برجل مظبوط بحيث إن احنا سليم بحيث إن احنا نقدر نعمل بيه الرسومات والعمليات الهندسية اللي هنشوفها النهاردة. كمان عندي القلم رصاص السنون وكمان عندي المنقلة ومسطرة القياس. كل ديت أدوات بنستخدمها في عمليات الرسم الهندسي والرسم الفني. تعالوا مع بعض نشوف الأقلام الرصاص المستخدمة. طبعا عندي قلم رصاص بأشكال وأنواع كتيرة وبنلاقي على القلم الرصاص مكتوب عليها H أو 2H أو HB أو 2B. طبعا الكلام ده معناه إيه؟ معناه طبعا الحاجات اللي هي بيكون عليها الرمز H معناها إن القلم ده صلب وبيكون بيديني خط خفيف سمكه بيكون رفيع. اما القلم اتش بي زي ما احنا شايفين و2 بي و4 بي لحد 12 بي ده بيكون خشب لين وبيديني خطوط السن بتاعه بيكون لين بيديني خطوط تقيله. يبقى انا ببتدي بالخطوط الرفيعه الخفيفه بعد كده ببتدي افنش واعمل اظهار للوحه باستخدام الالوان او الاقلام الاتش بي او ال2 بي. طبعا في عندنا طبعا الاقلام رصاص السنون وبيكون برضه بنفس السمك و الدرجات بتاعتنا وليها علبه بتسمى علبه السنون بداخلها سنون بتكون حسب السمك المطلوب. في عندنا نص ملي وفي عندنا السبعه وفي عندنا التسعه ملي وطبعا بيكون مكتوب عليها القلم ده اتش ولا 2 اتش ولا اتش بي ولا 2 بي طبعا بيكون مكتوب عليها. واحنا طبعا بنكون عندنا قدره بعد كده في الرسومات ان احنا نستخدم اي درجه من الدرجات لان بيكون عندنا خلاص اتعلمنا وعرفنا ازاي نستخدم القلم وازاي نعمل الخطوط الافقيه والخطوط الراسيه.
طب انا عندي الممحاه او الاستيكه بتاعتي بتكون بالشكل دوت، وبتكون طبعا دي الاستيكه الهندسيه، بتكون طبعا داخل قلم، وزي ما انتم شايفين ادي الممحاه جزء منها ظاهر، وطبعا بنبتدي نشيل بيها الزيادات اثناء عمليات اظهار وتفنيش اللوحه. من ضمن الادوات طبعا اللي بستعملها طبعا لوحه الرسم الورقيه، وكمان عندي لوحه الرسم الخشبيه الموجوده داخل المدارس، وعندي معمل خاص بالرسم، حجره خاصه بالرسم طبعا بيكون موجود فيها اللوحه الخشبيه، واللوحه الخشبيه دي عباره عن خشب حبيبي، وبتكون متغطيه من الوش والظهر بقشره ميلامين، وبنغطيها طبعا او بنعمل عمليه حمايه ليها من الجوانب بقشاط زان. طبعا احنا شغل نجاره، بعد كده طبعا نشاط الزان ده لازم تكون الحروف بتاعته مستويه، لان طبعا هشتغل على عليها المسطره حرف تي، وهبتدي اعمل الرسومات بتاعتي بشكل افقي وراسي سليم، فلازم تكون الحواف بتاعتي مستقيمه من الاربع جهات. طبعا من ضمن الادوات الرسم الهندسي والرسم الفني حاجه مهمه جدا، وهي المسطره حرف تي. زي ما انتم شايفين ادي المسطره متجمعه، وادي المسطره عباره عن جزئين. جسم المسطره بيكون طبعا مدرج بالوحدات اللي هي السنتي، وكمان بتكون فيها ليها راس عشان تديني زاويه، عشان اثناء وضعها على لوحه الرسم الخشبيه عشان تديني خطوط افقيه، واحط عليها المثلث تديني خطوط راسيه. مسطره من الحاجات المهمه جدا في عمليه الرسم الهندسي، وفي منها انواع، منها طبعا المسطره الخشبيه، وكمان المسطره الباغ، والمسطره المعدنيه المصنوعه من الالومنيوم، ولكن افضلهم هي المسطره الباغ، وبيكون ليها جراب بنحط فيها جسم المسطره وراس المسطره علشان تكون سهله في عمليه الغلق، ويكون شكلها مناسب لطالب الرسم الهندسي. زي ما احنا شايفين ادي اللوحه الخشبيه، وادي اللوحه الورقيه ربع فرخه اهو، وبنثبت المسطره حرف تي عشان تديني زاويه، ونبتدي نثبت اللوحه الورقيه على اللوحه الخشبيه باستخدام المسطره وضبطها على الحرف اللي هو الافقي دوت. بعد كده بنبتدي نلزق اللوحه الورقيه على اللوحه الخشبيه بماده تسمى شريط اللصق او السلوتيب، ولازما طبعا من ضمن الادوات السلوتيب اللي هنلزق بيها اللوحه، ولازما تكون مظبوطه على المسطره حرف تي زي ما احنا شايفين على الرسمة الموضحة. زي ما احنا شايفين ادي برضو نوع من انواع المساطر، هي مسطرة خشبية موجودة طبعا ومثبتة بشكل سليم، وبنبتدي نحط اللوحة الورقية، وكمان بنثبتها بالسلوتيب زي ما احنا شايفين اهو، وكمان بنعمل اطار للوحة بيكون حوالي 1 سنتي او 2 سنتي باستخدام المسطرة حرف تي. طبعا بيكون في مفتاح للوحة او عنوان للوحة، بنكتب فيها اسم الطالب، اسم المشروع، ومقياس الرسم المستخدم في اثناء عمليات الرسم. زي ما احنا شايفين ادي المثلث 45، وابتدينا نعمل بيه منظور على شكل مكعب، طبعا ده منظور 45 وهنتكلم عنه دلوقتي. طبعا ادي القلم الرصاص، وادي الممحاه، كل الادوات الموجوده عندك هي بتستخدم في ادوات الرسم الهندسي. في الاخر بنطلع لوحه هندسيه طبعا بشكل مصممه هندسيا بشكل سليم. تعالوا نشوف كده احدى العمليات الهندسيه الموجوده في المنهج عندنا، وهي العمليات الهندسيه البسيطه، وهنبتدي بعمليه طبعا احدى العمليات البسيطه، كيفيه رسم ثلاثي منتظم بمعلوميه طول ضلعه، يعني هيديني طول الضلع معلوم وليكن 10 سنتي اسمه س ص، عايزين من خلال طول الضلع ده نرسم شكل ثلاثي. طبعا معروف ان عشان ارسم الشكل السداسي برسمه جوه دايره، وعشان ارسم الدايره لازم اجيب مركز للدايره. طب اجيب مركز الدايره ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو البسيط ده. طبعا هنرسم طول الضلع س ص بالمسطره القياس عادي بطوله 10 سنتي. بعد كده هنبتدي نجيب البرجل بتاعنا احدى الادوات الهندسيه، وهنركز في احدى النقطتين وليكن نقطه س، وهنفتح البرجل فتحه تساوي س ص، يعني هنفتح البرجل فتحه بتساوي 10 سنتي زي ما احنا شايفين. واحنا ركزين بسن البرجل في نقطه س، هبتدي اعمل قوس لاعلى بنفس الفتحه، هركز في نقطه ص، وهقطع القوس اللي لسه رسمه في نقطة هسميها نقطة ميم، ونقطة ميم دي هي هكون مركز الدايرة، نقطة ميم دي هسميها نقطة ميم طبعا بالشكل ده، نقطة ميم هي مركز الدايرة، يبقى أنا كده جبت مركز الدايرة، والبرجل لسه مفتوح فتحة بتساوي 10 سنتي، أنا ما قفلتش البرجل، هبتدي أركز في نقطة ميم بسن البرجل، وهبتدي أعمل الدايرة، هلاحظ إن الدايرة قطعت لي بنقطة أو مرت بنقطة س ونقطة ص
على حدودها او على محيط الدايره زي ما احنا شايفين. البرج اللي لسه مفتوح فتحه بتساوي 10 سم. هبتدي اقسم الست نقط، انا عندي منهم نقطتين اللي هي نقطه س ونقطه ص، يبقى انا محتاج اقطع محيط الدايره على ست نقط، اربع نقط. هنبتدي نركز في نقطه س بالفتحه 10 سم، وابتدي اقطع محيط الدايره في نقطه اسميها نقطه واحد زي ما احنا شايفين. هركز في نقطة واحد بنفس الفتحة 10 سم، هقطع محيط الدايرة في نقطة هسميها نقطة 2، طبعا يفضل تكون الأقواس صغيرة عشان خاطر الرسمة تكون مظبوطة. بعد كده هبتدي أركز في نقطة 2 بنفس الفتحة وأقطع محيط الدايرة في نقطة 3. بعد كده هركز في نقطة 3 بنفس الفتحة وأقطع محيط الدايرة في نقطة هسميها نقطة 4 زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده عملت الست نقط، عندي اربعه وعندي نقطتين اللي هم المعلومتين س ص. يبقى انا كده عندي ست نقط، هبتدي اوصل الست نقط بالمسطره القياس والقلم الرصاص زي ما احنا شايفين. ادي الضلع الاولاني اللي هو الاساسي او المعلوم، ادي الضلع الثاني، الضلع الثالث، وادي الضلع الرابع. هوصل 3 ب 4 يديني الضلع الخامس، هوصل نقطه 4 بنقطه ص واسميه، وطبعا يبقى ده الضلع السادس. يبقى انا عرفت ازاي ارسم شكل سداسي بمعلوميه طول الضلع باستخدام الادوات الهندسيه البسيطه. طيب تعالوا نشوف مع بعض برضو من ضمن الوحدات الموجوده عندنا، وهو طبعا المنظور الهندسي. عندي نوعين من المناظير، عندي منظور ذو الوجهين المائلين 30-30، وعندي المنظور الثاني وهو المنظور ذو الوجه المائل الواحد 45. تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي بنرسم المنظور لشكل بسيط وليكن المكعب. أول حاجة بنبتدي نرسم خط الأرض بتاعنا بالمسطرة القياس العادية أو بالمسطرة حرف تي، خط بسيط. ببتدي آخد بالمثلث 30-60 خط وليكن طوله مثلا 8 سم على زاوية 30 باستخدام المثلث 30-60، وآخد بالناحية التانية لأن احنا قلنا ذو الوجهين المائلين 30-30 زي ما احنا شايفين. يبقى الضلع ده 8 والضلع ده كام؟ 8. برسمه باستخدام المسطرة حرف تي والمثلث 30-60، بقلبه طبعا يديني الناحية التانية. هبتدي أعمل خط رأسي طوله برضه 8 سم. يبقى الضلع المائل على زاوية 30-40 طول الضلع 8 سم، الضلع الثاني 8 سم، وضلع رأسي طبعا باستخدام المسطرة والمثلث. هبتدي اجي من النقطة دي واعمل خط رأسي طوله 8 سم، من الناحية التانية برضو خط رأسي طوله 8 سم، هبتدي اوصل النقطة دي مع النقطة دي، هبتدي اوصل النقطة دي مع النقطة دي، اداني شكل طبعا او جزء من المكعب. هبتدي اعمل موازي للخط دوت من النقطة دي بالشكل ده، طبعا كل ادواتي باستخدام المسطرة حرف تي والايه والمثلث. بعد كده هعمل موازي زي ما احنا شايفين. المكعب ده فيه حاجه ناقصاه، طبعا فيه خطوط انا مش شايفها، فطبعا هنرسمها ولكن هنعبر عنها بالخطوط الشرط. هنعمل موازي شرط زي ما انتم شايفين، هكمل وابتدي اطلع خط راس شرط. يبقى كده اكتمل المكعب بالشكل او الاضلاع بتاعته، ولكن عبرنا عن الخطوط الغير مرئيه او الخطوط المخفيه بالخطوط الشرط. طبعا المنظور الثاني 45 برضه هنتعلمه ان شاء الله، لان احنا هنبتدي نشرح كل ماده بالتفصيل والوحدات بتاعتها والمحتوى العلمي بتاعها. زي ما احنا شايفين من ضمن الوحدات برضه اللي هندرسها في ماده الرسم الهندسي وهي المساقط الثلاثه. عندي ثلاث مساقط، راسي وافقي وجانبي. زي ما احنا شايفين ده منظور لمتوازي مستطيلات، عايزين نجيب له المساقط الثلاثه ونرسمهم بالشكل ده. فطبعا المنظور يكون قدامي، هنرسمه وتعلمنا ازاي نرسم المنظور. هنبتدي نجيب المسقط الافقي بالنظر من اعلى لاسفل. يبقى انا كده بجيب مسقط افقي، يبقى انا شايف كده الجزء الخاص او اللي هو الايه الملون باللون اللبني اللي هو ده. يبقى انا اشوف المستطيل دوت اللي هو باللون اللبني في المسقط الافقي. طبعا راسي هبص في الوش، هشوف المستطيل الملون باللون الاخضر هرسمه في المسقط الراسي. وبعد كده لو انا عايز اجيب جانبي هبص من الجنب هيديني المستطيل اللي هو باللون الاصفر. يبقى احنا كده رسمنا المساقط الثلاثه افقي وراسي وجانبي. المسقط الافقي ببص من فوق لتحت او على الارض، يبقى انا كده بجيب مسقط افقي. المسقط الراسي ببص مباشره في الوجه
بيديني المسقط الرأسي، هبص هغير اتجاهي من الاتجاه الرأسي الى الاتجاه الجانبي من الجنب، هشوف طبعا المستطيل زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده جبت الافقي والرأسي والجانبي، هنرسمهم في الاحداثيات. طبعا الاحداث الافقي والاحداث الرأسي زي ما احنا شايفين، افقي رأسي جانبي. طبعا الحتة الفراغ ده بنسميه مستوى الدوران، وهنتعلم ازاي نوصل التلاتة مع بعض باستخدام البرجل والادوات الهندسية. طبعا بعد ما بنتعلم المنظور الهندسي والاسقاط، بنبتدي طبعا كشعب معمارية ازاي نرسم المنظور الهندسي لاحدى التجمعات السكنية. طبعا واحنا طبعا في عصر الانشاءات، فزي ما احنا شايفين ازاي بنتعلم نرسم المنظور عشان يبان لي الشكل مجمع ومخطط بشكل ايه هندسي. ادي مادة الرسم الهندسي. طبعا زي ما احنا عارفين ان مادة الرسم الهندسي بندرسها في الترم الاول، عرفنا الادوات الهندسيه زي البرجل والمسطره ومسطره القياس والقلم الرصاص بانواعه، وكمان عرفنا الممحاه والمنائل والمثلثات سواء كان 30 60 او 45، وعرفنا ازاي بنستخدمهم. طبعا ملاحظه بسيطه، لما احنا بنيجي نشتغل على اللوحه الهندسيه، اما بنيجي نثبت المسطره حرف تي، لما بنيجي ناخد الخط الافقي بناخده من الشمال لليمين، اما الخط الراسي بيكون من اعلى لاسفل. ما ينفعش ان احنا ناخد الخط اجزاء ولكن بيكون مرة واحدة، بحيث ان الخط يكون خط مستقيم، لان طبعا الخطوط دي بيكون عليها درجات في تصحيح اثناء التصحيح، بيكون عليها درجات عالية. كمان نظافة اللوحة والشكل المنسق وتنظيم اللوحة بيكون عليها درجات، بجانب طبعا الرسومات الهندسية المطلوبة منها. طيب الترم بالنسبه للترم الاولاني بندرس الرسم الهندسي بكل محتوياته وبكل وحداته، زي ما احنا قلنا الادوات الهندسيه المستخدمه، كمان الاسقاط، كمان المنظور وبعض العمليات الهندسيه، وعرفنا ازاي نرسم الشكل السداسي. طبعا في اشكال كتير وعمليات هندسيه كتير، ولكن احنا حابين بس ندي نبذه او افتتاح لماده الرسم الهندسي. فخدنا عمليه او احدى العمليات الهندسيه البسيطه، وهو رسم السداسي بمعلوميه طول ضلعه. طبعا في عندي طرق كتيره سواء كانت خاصه او طريقه عامه، هنتعلمها مع بعض. طبعا تابعونا على الحلقات السابقه عشان نعرف كل الرسومات الهندسيه، وكل حلقه تكون مخصصه لوحده معينه من الوحدات الرسم الهندسي. تعالوا مع بعض بقى نشوف الرسم الفني. طبعا الرسم الفني ده مستمر معايا في اولى وثانيه وثالثه. طيب ماده الرسم الفني احنا بنتكلم عن شعبه فني اعمال نجاره العماره، يبقى احنا اكيد الرسم الفني هيكون خاص باعمال المشغولات الخشبيه. طبعا خدنا التعشيق وعرفنا انواع التعشيق، سواء كانت خدش، سواء كان نقر ولسان، سواء كان تعشيق غنفاريه دي لليمامه. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي التعشيق او بعض انواع التعشيق وازاي بنرسمها في ماده الرسم الفني. اول تعشيق عندي وهي تعشيق خدش نص على نص بالتعامد في الوسط، بنرسم فيها المسقط الافقي وعرفنا يعني افقي، وبنرسم بعد كده المسقط الجانبي، وعن طريق المسقط الافقي والمسقط الجانبي بنطلع مين؟ المسقط الراسي. يبقى ادي كده اللوحه او جزء من المشروع اكتمل، برسم الافقي الاول، بعد كده برسم المسقط الجانبي، بطلع منهم مين؟ المسقط الراسي. زي ما احنا شايفين دي تعشيط خدش نص على نص بالتعامد في الوسط. طبعا بنعمل خط للبيانات وخط للابعاد، هنتعلم كل دوت ان شاء الله في الحلقات اللي بعد كده. طبعا لازم تكون في متابعه، ولازم يكون في اهتمام بماده الرسم، لان ماده التكنولوجيا كمان بيكون فيها شرح، بتكون مدعمه بالرسومات الفنيه. مش هقدر ارسم الا لما اكون بقدر او متابع عمليه الرسم الفني. يبقى انا عشان ارسم تعشيقه زي دي برسم الافقي وبرسم الافقي والمسقط الافقي والمسقط الجانبي، بطلع من الاثنين عن طريق عمليات الاسقاط المسقط الراسي. طبعا بنستخدم مقياس رسم، والمقياس الرسم فيه التعشيق بيكون اما الحجم الطبيعي 1:1 او نص الحجم الطبيعي 1:2. بعد ما برسم المساقط الثلاثة الافقي والراسي والجانبي، ببتدي ارسم التعشيقه على شكل منظور هندسي مجمع 30 30 او مفكك، عشان نشوف شكل التعشيقه. زي ما احنا شايفين هي مجمعه اهي، طب هي اتجمعت عباره عن ايه؟ عباره عن قطعتين الف وب او 1 و2، بعمل لها عمليه خدش في احدى القطعتين حتى المنتصف، كذلك في القطعه الثانيه، وبيتم تجميع التعشيقه طبعا بالدقماء زي ما احنا شايفين. فلازما نبين الرسومات بتاعتنا عشان لما نيجي ننفذ فيه تدريبات العمليه يبقى احنا عارفين شكل الرسمه وشكل عمليات التنفيذ والتجميع. من ضمن التعشيق برضو اللي هنرسمها تعشيق نقر ولسان حرف تي. ادي برضو المسقط الافقي زي ما احنا شايفين. طبعا التهشير بتاعنا دوت بيكون على شكل حلقات سنويه، لان خشب بيكون على شكل حلقات سنويه واشعه نخاعيه، وعرفنا طبعا التكوين العضوي للاشجار.
بعد كده برسم المسقط الافقي، بطلع منهم مين؟ المسقط الرأسي، طبعا تعشيد حرف تي علشان على شكل حرف تي. بعد ما برسم المساقط الثلاثة الأفقي والرأسي والجانبي المقاس رسم واحد لواحد، ببتدي أرسم المنظور الهندسي مجمع ومفكك، طبعا ذو الوجهين الماليين 30-30، وهنعرف نرسم الكلام ده ازاي باستخدام مقياس الرسم. من ضمن التعشيء برضو اللي احنا هنستخدمها تعشيء نقر ولسان زاوية قايمة بركبة عدلة، طبعا هنعرف طبعا ايه فايدة الركبة، وهنعرف ايه هي كل التعشيء دي، وكمان هندرسها في مادة التكنولوجيا ازاي بننفذها وازاي بنجمعها، عشان بعد كده هننزل في الورش العملية عشان ننفذ التعشيء دي، لان التعشيء دي احدى مكونات اعمال نجارة العمارة. طبعا بمقياس الرسم وهنعرف طبعا ونرسم الادوات الخط البيانات، وازاي نحط الخطوط بتاع الابعاد بتاعتنا وتكون شكلها ازاي، وطبعا البيانات بتاعتنا سواء كان افقي وراسي وجانبي، وبرده هنرسم المنظور الهندسي مجمع ومفكك زي ما احنا شايفين. طبعا المفكك بيوضح لي كل جزئيه، ادي ا وب، الجزئيه الاولانيه بيكون فيها النقر وبيكون فيها مكان للركبه، اما طبعا اللسان او القطعه الثانيه بيكون فيها اللسان وبيكون فيها مكان للركبه. طبعا والركبه ليها فايده ان هي بتكون بتفيدني في عمليه التثبيت وعمليه التجميع. كمان تعشيء نقر ولسان زي ما احنا شايفين دي بنسميها افتاء من الجهتين اهو بالشكل دوت، ودي تعشيء برضو نقر ولسان لقايم مع راس وسطى. برضه هنرسم المنظور الهندسي مجمع وكمان مفكك زي ما احنا شايفين. دي بعض التعشيء المستخدمه في اعمال نجاره العماره، وهنعرف ازاي نستخدمها بشكل اسلوب هندسي، وازاي نرسم باستخدام مقياس الرسم نرسم التعشيء. هي تعشيء بسيطه جدا، ولكن محتاج مننا المتابعه علشان كل تعشيء بيكون فيها تفصيله خاصه بيها او في جزئيه خاصه بيها نوضحها عن طريق ماده الرسم الفني. يبقى احنا كده استعرضنا مادتين من ضمن المواد الموجودين في الصف الاول، الماده الاولانيه وهي ماده التكنولوجيا، وعرفنا طبعا الوحدات بتاعتها خامات، وكمان عرفنا الاكسسوارات والادوات المستخدمه او العدد اليدويه المستخدمه والماكينات، وعرفنا هي التعشيء وهنعرف ازاي ننفذ التعشيء في الجزء النظري وفي الجزء العملي. بعد كده بنبتدي ندرس الرسم الهندسي، وعرفنا ازاي نستخدم الادوات وهي الادوات اللي هجيبها علشان خاطر ابتدي اشتغل الرسومات الهندسيه، عشان بعد كده ببتدي اكون مؤهل لعمليات الرسم الفني. وبعد كده ان شاء الله بنبتدي نعمل حاجه اسمها الرسومات المعماريه الخاصه بالاقسام المعماريه. يبقى احنا كده عرفنا الرسم الهندسي والرسم الفني بجانب طبعا ماده التكنولوجيا. الماده كمان اللي موجوده عندنا في الصف الاول وهي ماده مهمه جدا، وهي ماده الامن الصناعي. ماده الامن الصناعي طبعا امن صناعي، امن معناها حمايه، وطبعا الجزء الصناعي لازما بيكون فيها مقومات انتاج اللي هي بتعمل لي عمليه انتاج في الصناعه، وهي العامل اللي هي عناصر الانتاج او مقومات الانتاج، عامل واله وخامات. طبعا بيدور عمليه الامن الصناعي حوالين حمايه الثلاثه دول، حمايه العامل، حمايه الاله، وحمايه الخامات. طبعا انا كراجل بقى هكون في الجزء الهندسي وهنزل مشاريع هندسيه، لازم اكون على درايه كبيره جدا بوسائل الوقايه الشخصيه، كمان اكون مؤهل لعمليه حمايه العمال، حمايه الالات، حمايه الخامات. بشكل سريع حمايه العامل، احمي العامل عن طريق ارتداء وسائل الوقايه الشخصيه اللي هنستعرضها دلوقتي، وسائل وقايه، خوذه طبعا المستخدمه في الموقع. الراجل طبعا المهندس المعماري بيلبس الخوذه مش عشان نقول ده مهندس، لا، ده عشان خاطر تحمي راسه اثناء الوجود في او التواجد في الموقع، لان في بعض الاوقات ممكن في اثناء عمليات التنفيذ ممكن حاجه تقع، فبتكون ليها مواصفات في الحمايه، تحمي راسه من الصدمات، كمان بتكون ليها قدره على عمليه، طبعا بيكون مزوده بفتحات للتهويه، ولازم تكون خفيفه الوزن وبتكون ضد الصدمات. كمان من ضمن الادوات الافرول اللي بستخدمه، كمان الجوانتي اللي بستخدمه في اثناء التنفيذ، وكمان السيفتي اللي بستخدمه في القدمين، كمان النضاره الواقيه طبعا لشغل النجاره، كمان سماعات الاذن اثناء تشغيل والوقوف على ماكينات النجاره. يبقى الامن الصناعي ماده مهمه جدا، بتحمي العامل، الاله، الخامات، وهي دي مقومات الانتاج. تعالوا مع بعض كده نشوف بشكل سريع ايه هي السلامه والصحه المهنيه الخاصه بماده الامن الصناعي. طبعا تطبيق قواعد السلامه في شعبه النجاره بصوره صحيحه بتمنع وقوع الحوادث بمختلف انواعها. اولا بالنسبه لطالب نجاره، طبعا بتكون الشروط الواجب توفرها في الورشه العمليه تنظيم البنوك، البنك اللي احنا بنشتغل عليه،
بصوره صحيحه وبتكون بمسافات متساويه لكي تسهل حركه مرور الطلبه اثناء عمليات تنفيذ التمارين. كمان يجب ان تكون الاناره الكهربائيه موزعه بشكل جيد. كمان بتكون في تهويه جيده داخل المكان. كمان بنحط لوحات السلامة الصناعية. الكلام ده كله بيكون مسؤولية واحد بيكون مخصص من الأمن الصناعي بنسميه مسؤول الأمن الصناعي. كمان بيكون مسؤول عن وجود أجهزة الإطفاء في الأماكن الصحيحة وتدريب العمال على استخدامها. كمان بنعلم الطلبة داخل الورش العملية كيفية سن الأدوات والمعدات بصورة صحيحة تحت إشراف فنيين مدربين على هذا الجزئية. تعالوا مع بعض كمان نشوف. طبعا بيقول على المساح في مواقع العمل او في اثناء التنفيذ. طبعا الجزئيه دي خلاص بقت مش موجوده في التعليم الصناعي نظرا لوجود التربيه العسكريه التي الحقت حديثا بالتعليم الصناعي، فاصبح في جديه في الالتزام وكمان في اهتمام بالجزء العملي، وكمان بيدرسوا التربيه العسكريه في التعليم الصناعي، بتعلم الطالب الالتزام والجديه في التعامل وفي عمليات التنفيذ في الورش العمليه. كمان برضو من ضمن وسائل الوقايه ارتداء وسائل الوقايه اللي هنشوفها دلوقتي، واستعمال الادوات بصوره صحيحه، وعدم استعمال الماكينات بدون استشاره المدرب المسؤول، واستعمال واقي العين عند العمل على الماكينات. تعالوا نشوف مع بعض بقى هي وسائل الوقايه. ادي وسائل الوقايه اللي احنا بنقول عليها، ادي الافرول، ادي الخوذه التي تستخدم لحمايه الراس، وادي الافرول، وادي النظاره الواقيه للعين، كمان سماعات الاذن اثناء تنفيذ والوقوف على الماكينات، كمان ادي الجوانتي او القفازات، كمان ادي السيفتي اللي بيستخدم لحمايه القدمين. المنهج بتاعنا بيكون حوالي 4 أو 5 أبواب، الجزء الأولاني خاص بتعريف الأمن الصناعي وأهدافه وأسباب الحوادث والإصابات. طبعًا تعريف الأمن الصناعي قلنا حماية مقومات الإنتاج، حماية العامل والآلة والخامات، وأهدافه طبعًا بيكون خاص بـ أو الهدف الأساسي حماية الثلاثة العامل والآلة والخامات، وتوفير بيئة عمل آمنة سليمة صحيحة للوقاية من أخطار الحوادث. كمان اسباب الحوادث والاصابات بيكون 3 مهمين جدا نعرفهم، زي العمل على يد غير مامونه، بيكون في تصرفات شخصيه غير مامونه، وكمان ظروف محيطه غير مامونه. العمل على يد غير مامونه ان العامل بيشتغل على اله غير مجهزه بوسائل الحمايه زي الحواجز الموجوده في الماكينات الحديثه. كمان تصرفات شخصيه غير مامونه بتكون ناتجه عن العامل ان العامل بيستخدم الاله في غير المخصص ليها. يبقى لازم نستخدم الالات في المخصص ليها. مثال بسيط زي المفك اللي احنا بنستخدمه في اعمال النجاره بنستخدمه في عمليات الفك، ولكن في بعض الطلبه بيستخدموا الحاجه الموجوده قدامهم وليكن سكينه، طبعا في اثناء عدم الامكانيه طبعا ان هي مش مؤهله او مش مخصصه لذلك، فطبعا بتفلت من المسمار اثناء الفك، فطبعا بيعمل عمليه اصابه لمين؟ للعامل. يبقى تصرفات شخصيه غير مامونه بتكون ناتجه عن العامل ان العامل بيستخدم الاله في غير المخصص ليها. كمان من ضمن اسباب الحوادث الظروف المحيطه غير مامونه، ما بيكونش فيه تهويه، ما بيكونش فيه اضاءه، المكان مش مترتب، كمان ما بيكونش فيه نظافه، كل ذلك بيؤدي الى وقوع حوادث واصابات، كل ذلك لازم يكون على درايه بيها لطالب الامن الصناعي او ماده الامن الصناعي. تعالوا مع بعض كده نشوف بقيه المنهج. هندرس الشروط الواجب توفرها في تصميم المنشآت والمباني الصناعيه، طبعا من حوائط وارضيات واسقف وممرات. كمان هندرس الترتيب والتنظيم والنظافه، وطبعا الترتيب والتنظيم شيء ضروري وحتمي. ضروري جدا في الماكينات، في توزيع الماكينات وترتيبها بشكل مسلسل سليم، وطبعا بتختلف من مكان لاخر، لكن النظافه شيء ضروري وحتمي ولا بد من توفره، لان بدون النظافه فان المجهود المبذول في عمليات الترتيب لا فائده منه. هندرس كمان ايه هي الحرائق وانواعها وكيفيه اطفاء كل نوع. طبعا انواع الحرائق منها الحرائق التي تنشب في نتيجه ماس كهربائي. في بعض الاماكن الصناعيه كان حصل حريقه في مكان صناعي نتيجه ماس كهربائي، فطبعا العامل ما كانش مدرب على انواع الحرائق ولا كيفيه اطفاء كل نوع، فطبعا ابتدوا المعلومه بالنسبه لهم ان الحريقه او النار بتطفي بالميه، فابتدى يستخدم المياه في اثناء الاطفاء. طبعا النار زادت لان الميه بتساعد على التوصيل الجيد للكهرباء، لكن مش من ضمن الادوات المستخدمه في عمليه الاطفاء، لان كل نوع من انواع الحرائق بيكون ليه حاجه خاصه بيها في اثناء عمليه الاطفاء.
كمان هندرس حاجه خاصه باعمال التخزين، ودي ممكن نكون درسناها من شويه، اللي هي خاصه بتخزين الاخشاب، ان احنا نرفعها على قواعد خرسانيه او خشبيه، بتكون في فواصل ما بينها وبين بعضها، بنحط الالواح الاقل الاكبر سمكا من اسفل ثم الاعلى من السمك، بنغطي الالواح الخشبيه بغطاء مشمع او بنحطها تحت مظلات، كمان بنعمل عمليه التجفيف، وبنحط الالواح المتشابهه في السمك وفي النوع كلا على حده، ونحط بطاقه بنكتب فيها اسم النوع ومقاساته. دي اعمال عمليات التخزين. طبعا ادي المنهج بتاع الامن الصناعي، هندرس كل جزئيه خاصه بيها بشكل منفصل. طبعا في عندنا ماده الحاسب الالي، ودي طبعا نهايه حلقتنا. اشوفكم على خير في الحلقات القادمه. دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.